دكتور شو بعمل إذا صار في هزة أرضية؟ إذا أنت مثلا على الطريق بدك تحاولي تبعدي عن البنا لحتى ما يوقع عليك شيء يأذيك، إذا أنت بالبيت مش بالطابق الأرضي نحن ما منقول ظهروا لبرا، لأنه لح يكون ما عندك وقت تظهري، لأنه الهزة هي بتدوم ثواني. فبدك تحاولي تلطي بمحل ما يقشط عليك شيء، تهربي من حد الإزاز إذا في عندك فوق بلافون تبعدي عنه، بيقولوا وقفوا ببيت الدرج أو تحت تعتيبة البواب. ليه؟ لأنه هون مبدأ بيكون من بطون مسلح، إذا عندك طاولة خشب تنزلي تحت، أكيد مش إذا طاولة إزاز. يعني كل بيت له وضعه، في حال الله لا يقدر صار هزة. لبنان منخاف عليه من هزات أرضية؟ صح منخاف عليه، لأنه مثل ما قلت أنه نحن موجودين على هالفالق المشرق اللي ممتد من البحر الأحمر جنوبا لتركيا شمالا، وهالفالق تاريخيا عامل هزات أرضية كبيرة بالمنطقة. نعم. وراح فيها ضحايا. وممكن يرجع زيت الهزات ترجع تصير. أنا بدي أشكرك مديرة المركز الوطني للجيوفيزياء بالمجلس الوطني للبحوث العلمية دكتور مارلين براكس على المعلومات اللي أعطيتينا إياها.